الله يسعدك يا حبيبي. انا كنت استاذ حابب ناصر، امدحني طال عمرك استاذ ناصر. بعدين ما لاحظت شيء، لو سمحتوا يا متسابقين لا احد يمر من ورانا، خلاص اشغلتونا في انكم تدورون هواء، الى متى ما شبعتوا؟ تفضل استاذ ناصر. بعدين اقول انا تعبت وانا جالس اطلع على العتبه على اساس اكون اطول منك. استاذ ناصر انا كنت ادورك قبل شوي والله ما لقيتك، لان انا في سؤال ابغى اساله لك. سم يا حبيبي. الخبر الحصري، اعطونا خبر حصري عن الحفل. انا ما سالتكم عن برنامج انتل، ابغى خبر حصري، ابغى الناس يعني تكون متحمسه للحفل الختامي. خبر حصري لايش بالضبط؟ للحفل الختامي، ايش راح يكون السكريبت؟ ابغى يكون شيء مختلف، يعني لابد انه يكون في شيء مختلف، وانا اللي اعرفه داخليا انه راح يكون مختلف عن اي حفل سابق. طيب هو مختلف، انت ذكرت انه مختلف. نواف بتشوف شيء احنا شغالين عليه من اسبوعين تقريبا. انا مو بانا، ابغى اللي خلف الشاشه. اللي خلف الشاشه، شوف تخيل انت جالس تتابع مسلسل وجلس جنبك واحد قال ترى البطل الفلاني ترى بيموت. احرقت ام لا خلي الجمهور يستمتع باللحظه لحد ما توصل. يعني استعدادات كبيره، هذا اللي اهم. الاستعدادات جدا كبيره الى ابعد درجه. استعدادات البرنامج القادم جهزتوها خلاص؟ اللجان قائمه على قدم وساق من فتره ماضيه، وبشرك الحمد لله عندنا اسماء جدا مميزه، المتقدمين ممتازين جدا، لكن ما ودنا نستبق الاحداث لان سكريبت لا زال قائم الى الان. صحيح. والبرنامج الجاي ان شاء الله بيشوفون شيء مميز عشان ما نظلمهم بس متسابقين سكريبت. بالضبط. لكن نواف بكل امانه وبكل صراحه على المستوى الشخصي انت تعرف محبتي لك. احمد عبد الرحيم يحبك ترى، يقول الله يسعده وانا احبه. وعلى اي تفضل يا متسابق، اشغلتنا سعود الجوزاء. روح روح يلا يلا تخلص يلا. اي يلا ادخل يلا. بس الله حيه. تفضل يا استاذ ناصر. تراني احب سعود. ها على مستوى العمل انا سعيد جدا في اني عملت مع نواف التميمي. نواف يعني ما شاء الله تبارك الرحمن انت اديت اداء جميل جدا بالفترات الماضيه. اكيد ان الحلقه الاخيره هذه ما راح تكون ان شاء الله نهايه مطاف، اكيد بنستمتع ان شاء الله في حلقات قادمه في برامج قادمه باذن الله مع بعض. اكيد ان شاء الله. واعبر لك عن اعجابي وتقديري. انا فخور جدا يا ناصر، قسم بالله اتكلم وانا صادق الان، انا فخور جدا اني عملت تحت طاقمك. الله يسعدك. او الطاقم الاداري انت تعمل فيه. انا والله اني اقل واحد منهم جهدا، وقسما بالله كلمات الشكر اذا وصلتني او وصلت لزياد انها تصل لكل واحد من العاملين اللي موجودين. انا افتخر واسعد اني من العائله السكريبتيه. تبغى نقطه ونختم فيها؟ لو عندنا في قناه الواقع اثنين ناصر كانت كان خربت الدنيا. لا كان الاعلام بخير. طيب اخر حاجه، انا سعيد جدا اني اطلقت اسم سكريبت على هالبرنامج هذا. صحيح. والحمد لله نقول ان شاء الله ان البرنامج راح يبقى في الذاكره طويلا، والحمد لله ان البرنامج واسم سكريبت يعني حقق اكثر من 3 مليار مشاهده واكثر. تدري اعلمك حاجه، انا داخلين بخبره البرامج الواقعيه السابقه كنت اقول هذا البرنامج ما راح ينجح لاني انا اعرف برامج الصيف دائما تكون ثقيل على المشاهد، لكن هذا البرنامج الوحيد في جميع برامج الواقع السابقه يعني ما قد شفت النجاح الباهر اللي حققه سكريبت صراحة. الحمد لله، اللهم لك الحمد. وفعلا يعني احنا ترى كنا متوقعين نص النجاح اللي موجود، ورغم ان الطموح يكون اعلى من كذا بكثير، لكن انسبوا الفضل لاصحابه. شكرا لرئيس مجلس إدارة قناة الواقع ابراهيم الحسين والمدير التنفيذي صالح الحسين على اتاحة الفرصة لناصر ولكل اللي يعملون في القناة على انهم يقدمون كل اللي عندهم. فالله يبيض وجههم يا رب. لهم الفضل بعد الله سبحانه، يشوفون هذه النجاحات يستاهلون هذا الشكر. دقيقة سعد، تعال دقيقة ابو البرش فيك مع زياد. هلا وسهلا. انا اول شيء اتشرف إن